So I got so bad me But my brother can wheel and I can't You can't chase me اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد Red ديد طبعا روكستار اعلنت بشكل رسمي عن موعد اول تحديث حقيقي وجديد لأونلاين ريد Red ريديمشن 2 وهذا التحديث راح يضيف العديد من الاشياء وراح يضيف الاشياء الجديدة للأونلاين فتعالوا سويا نعرف ايش هذه الاشياء ونشوف مقالة روكستار ونعرف الموعد الرسمي فيلا نخش في المقطع طيب اول شيء روكستار افتتحت المقالة وقالت انه التحديث راح يكون يوم الثلاثاء 26 فبراير يعني تقريبا بعد اسبوعين وبالايام راح يكون بعد 13 يوم بالضبط بعدها قالوا انه التحديث راح يضم العديد من التعديلات والعديد من الاصلاحات للعبة وايضا قالوا انه هذا التحديث راح يضيف اشياء جديدة على سبيل المثال راح يضيف نظام الباونتي او نظام هو صائدي الجوائز وأيضا رح يكون في تضعيف لبعض الأسلحة المعينة والمزيد من الأشياء الأخرى وأيضا في نفس المقالة روكستار قالت إن الأسبوع الجاي ترى في مقالة جديدة وفي هذه المقالة رح تكون في أشياء جديدة رح تجينا في تحديث يوم 26 فبراير من وجهة نظري أنا صراحة أتوقع أنه مقالة الأسبوع الجاي رح تكون مقالة مهمة وفي المقالة أتوقع أن روكستار راح تعلن انه ترى انت يا لاعب تقدر تشتري المباني وتشتري العربات صراحه انا اتوقع هذا الشيء راح يكون الاسبوع الجاي فروكستار لها الكلمه الاخيره فنشوف ايش راح يكون الاسبوع الجاي هل فعلا نفس كلامي او لا طيب تعالوا نفصل في المقاله اكثر واكثر واكثر اول شيء تكلموا عنه اللي هو رؤيه اللاعبين وظهورهم في الخريطه خلوني اوضح لكم اكثر طبعا نظام رؤيه اللاعبين في الخريطه روكستار سم البلاير بليب. بكل بساطة هذه هي مؤشرات اللاعبين في الخريطة وروكستار قالت انه ما رح يظهر اللاعب في الخريطة وما رح تقدر تشوفه الا لما يكون قريب منك ب 150 متر تقريباً يعني اذا كان في شخص بالقرب منك ب 150 متر فهو راح يقدر يشوفك في الخريطه وانت راح تقدر تشوفه في الخريطه، وايضا اضافوا وقالوا انه الاشخاص اللي يكونون ابعد من 150 متر عنك ما راح يظهرون في الخريطه الا لما يطلقون رصاص، يعني اذا كان شخص ابعد من 150 عنك لكن طلق رصاص ترى راح يظهر عندك في الخريطه، وايضا اضافوا وقالوا انه الاشخاص اللي في مدن ثانيه او ولايات ثانيه ترى ما راح يشوفون بعض لانهم بعيدين جدا عن بعض وما راح يظهرون في الخريطه أوضح لك أكثر يعني إذا أنت والله كنت في مدينة السان دينيس وخويك في مدينة الفالنتاين فما راح تشوفون بعض في الخريطة لأنكم بعيدين عن بعض انسى ما راح تشوف خويك ولا خويك راح يشوفك طبعا في مخيلة روكستار تشوف أنه هذا النظام راح يحد من الأذية والقروشة والجريفينج صراحة من وجهة نظري أنا هذا الشيء أبدا أبدا ما عجبني طبعا زي ما تعرفون حالات ألعاب العالم المفتوح إنك تشوف كل اللاعبين في الخريطة، فصراحة ما أدرى إيش تفكر فيه لروكستار، لكن حنا مبدئيا لا نحكم على النظام بأنه سيء، خلونا نشوفه سويا ونقيمه، بعدها نطلق الحكم النهائي عن هذا النظام. وأيضا روكستار راح تضيف نظام جديد، وهو إنه لما اللاعب يكون دائما دائما يقتل اللاعبين بكثرة، ويعني قتلهم بلا سبب، فرح يكون لون هذا اللاعب في الخريطة احمر داكن فاذا انت شفت شخص يعني في الخريطة لونه احمر داكن فعلى طول راح تعرف انه الشخص يقتل اللاعبين ويحب يؤذي الناس فانت تتفاداه وتبعد عنه صراحة هذا النظام رهيب وعجبني وراح يخليك تعرف مين النذل ومين الطيب وايضا روكستار قالت اذا انت كنت شخص لونك احمر وتقتل اللاعبين ترى اذا ما قتلت اللاعبين ووقفت عن تقتيل اللاعبين راح يرجع لونك عادي ووضعك طبيعي زي جراند بالضبط خلونا ننتقل للموضوع اللي بعده صراحة أهم شيء قريته في المقالة اللي هو تعديل روكستار لنظام البارلي نظام البارلي نظام رهيب جدا وراح يحد من الأذية بشكل كبير جدا روكستار أضافت عليه تعديلات كبيرة وراح تفيدنا كلنا فتعالوا سويا نعرف هذه التعديلات بكل بساطة روكستار وضحت لنا النظام أكثر وأكثر وأكثر وراح يكون نظامه كالتالي إذا أي شخص قتلك مرة واحدة فقط على طول راح يطلع لك خيار البارلي وخيار البارلي إذا أنت فعلته يصير لا أنت تقدر تقتل اللي قتلك ولا اللي قتلك يقدر يقتلك وإنت تقدر تستخدم أسلحتك وهو يقدر يستخدم أسلحته لكن انتوا يا الاثنين ما تقدرون تقاتلون بعض وما حد يعترض للثاني فصراحة هذا النظام نظام جدا جدا رهيب وراح يفيدنا طبعا نظام البارلي موجود الآن في ريد ديد لاين لكن نظامه جدا جدا سيء عشان كذا روكستار اضافت له تعديلات كثيرة يعني سابقا كنا نحتاج انه الشخص يقتلك اربع مرات متتالية عشان يطلع لك خيار البارلي وتقدر تفعله ومع التحديث الجديد فقط فقط اذا شخص قتلك مرة واحدة على طول راح يطلع لك خيار البارلي فصراحة شيء رهيب جدا جدا من روكستار واهم شيء راح تضيفه لنا مع التحديث الجاي وهذا النظام راح يحد من الاذيه بشكل كبير جدا طيب النظام الثاني اللي تكلمت عنه روكستار وعدلت فيه تعديلات كثيره اللي هو نظام الفيود او العداوه طبعا هذا النظام ايضا موجود الان عندنا في اون اونلاين لكن جدا سيء زي ما قلت لكم وما يطلع نظام الفيود الا بعد ما يقتلك الشخص اربع مرات فروكستار قالت انه مع التحديث الجاي نظام الفيود او خيار الفيود آه راح يطلع لك من اول ما يقتلك الشخص ونظام الفيود أو خيار الفيود بكل بساطة هو عبارة عن قتال أو ديث ماتش مصغرة بينك وبين العدو اللي قتلك زي جراند بالضبط الموضوع اللي بعده راح يكون عن صائدي الجوائز والباونتي والشرطة وهذا أيضا موضوع مهم جدا لازم تعرفونه كلكم طيب روكستار أعلنت بشكل رسمي على أنه نظام الجوائز والباونتي والباونتي هانتر راح تيجي للأونلاين مع التحديث الجاي ونظام نظامها راح يكون مشابه جدا لنظام الباونتي في الاوفلاين بالضبط خلوني اوضح لكم اكثر يعني انت والله شخص سويت جريمه في الاونلاين والناس شافوك وبلغوا عليك والشرطه عرفت بالموضوع وجات للمكان اللي انت فيه وعرفت انك الشخص الفلاني الشرطه الان راح يحطون على راسك باونتي او جائزه ولو حطوا على راسك جائزه فانت مخير بين امرين يا انك تدفع الباونتي اللي عليك وكل شيء ينتهي او انك ما تدفع الباونتي او الجائزه وبكذا صايدي الجوائز او الباونتي هانتر راح يلاحقونك في كل مكان ويقروشونك ويطلقون عليك بالرصاص ويلاحقونك في جميع الولايات وايضا روكستار قالت انه صايدي الجوائز اللي راح يلاحقونك راح يكونون الناس عاديين وليس لاعبين اونلاين يعني النظام راح يكون 100% مشابه لنظام الباونتي في الاوفلاين صراحه انا اشوف ان روكستار توفقت في هذا النظام وانا اشوف صراحة ان روكستار قدمت حل الاذية عن طريق هذا النظام يعني والله اذا انت كنت شخص تحب الاذية وتحب تآذي الناس وتقتل اللاعبين وترتكب الجرائم ارتكب براحتك ارتكب وقتل زي ما تبغى لكن خذ بالك ترى راح تكون في عواقب وخيمة وراح تكون في جوائز على راسك زي اللهب فصراحة شيء رهيب جدا ونظام الباونتي راح يكون شيء جدا جدا اسطوري طيب خلونا ننتقل للشيء بعده روكستار اعلنت بشكل رسمي وقالت انه التحديات اليومية راح تجي للأونلاين مع التحديث الجاي والتحديات اليومية بكل بساطة هي عبارة عن تحديات تتجدد في كل يوم ولو سويت هذه التحديات راح يكافئونك ببعض القطع الذهبية والاكس بي الجيد جدا والتحديات والمهمات راح تكون جدا جدا سهلة على سبيل المثال صيد ارنب او جيب جلد حيوان معين او جمع عدد من الاعشاب او مثلا بيع قطعه معينه من الذهب عند الفنس وزي كذا مهمات او تحديات سهله راح تسويها يوميا وراح تاخذ عليها قطعه ذهبيه واكس بي فالتحديات اليوميه جايه مع التحديث الجاي وايضا روكستار قالت بناء على طلب بعض اللاعبين قمنا بالامور التاليه اول شيء رح يتم تضعيف الفارمنت رايفل او سلاح الصيد الشيء الثاني رح يتم حل بعض مشاكل الفويتشات والشيء الثالث مشكله الحصان اللي تكون فيه اغراض وجلود ما فهمتوا تعالوا اوضح لكم اكثر طبعا زي ما تعرفون الفارمنت رايفل واحد من اقوى الاسلحه في اللعبه من ناحية الحروب والبي في بي والشو داون وكذا لكن في نفس الوقت هذا السلاح مرة يقهر وجدا جدا يرفع الضغط فشيء رهيب جدا من روكستار انها راح تضاعف هذا السلاح اللي قروشوا اهلنا به طيب خلوني اوضح لكم مشكلة الحصان صراحة مشكلة الحصان واجهتني مرات عديدة طبعا كلنا نعرف انه لما تكون محمل اغراض في حصانك على سبيل المثال جثة او جلد او حيوان او حاجة زي كذا بعدين تموت يعني مثلا واحد أو أنك قتلت نفسك بالخطأ راح ترجع ترسبن مرة ثانية صح؟ على طول راح تصفر لحصانك وتحسب انه راح يجيك بالاغراض اللي انت حاطها على حصانك، لكن للاسف راح يجيك بدون هذه الاغراض، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا صح هذا الشيء يحدث فروكستار راح تحل هذه المشكله مع التحديث الجاي فشكرا روكستار طيب كهديه من روكستار راح يكون في دبل اكس بي على المهمات اللي تكون في السيرفر عشان اوضح لك اكثر راح يكون في دبل اكس بي على المهمات البرتقاليه المنتشره في الماب بكثره لكن تحت شرط واحد انك تكون لك عصابه وتسوي هذه المهمات وعلى طول راح يكون لك دبل اكس بي زي اللهب فاستغلوه بقدر الإمكان بكل بساطة هذه هي كل الأشياء والإضافات اللي راح تجينا مع التحديث الجاي وإن شاء الله أنا راح أغطي لكم المقالة الجاية كلها وبشكل كامل أول ما تنزل طيب شاركونا في خانة التعليقات هل تشوفون الإضافات والتعديلات راح تكون مفيدة ومهمة أو إنها راح تكون شيء عادي جدا شاركونا في خانة التعليقات يا لهبيين طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم